ودلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، منها اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات في مجلس الوزراء اللي هتنظم قافله طبيه للقرى الاكثر احتياجا في اسوان، ومنها ايضا اتحاد الكرة اللي هيعلن عن قرارات هامه تخص اهم الملفات الكرويه، وكمان رابطه الدوري الانجليزي اللي هتعلن ايضا عن مواعيد مباريات الموسم الجديد. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء هتنظم قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجاً بأسوان، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وهيتم تنظيم القافلة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. النهاردة دار الأوبرا هتقيم حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. الحفل هيكون الساعة 8 بالليل على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وهيتضمن مجموعة من روائع الفنانة نجاة الصغيرة والفنانة فايزة أحمد. كمان النهاردة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام هيعمل اجتماع للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية، وده هيكون الساعة 4 العصر. النهارده رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هتعلن عن جدول مباريات المسابقة للموسم الجديد 2022-2023.